Barbie girl, a Barbie world. I'm a plastic, it's fantastic. Oh, السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع. أين أنتن يا فتيات؟ كيف حالكن؟ هذا الفيديو لكن. طبعا في فيديو اليوم راح نرسم شخصية باربي، وطبعا هاي الصورة اللي راح نرسمها. طبعا باربي الكل بيعرف انها بتتميز بالشعر الأشقر، العيون الزرق، البشرة البرونزية الملائمة، وكلها وردي بوردي بوردي. يعني صورتنا راح تكون باربي بمعنى الكلمة. على العموم خلونا نبلش. طبعا هاي الطلب بناء على طلب باربي، فأبدا ما كنت حدا أتوقع يعني من حدا يطلبها مني. ويلا نبلش. أولاد إذا حابين تفوتوا هلا وسهلا، تعالوا، مش غلط مش غلط، عادي، أنتوا أشطر منا برسم وجوه البنات. نعمل بداية خط عريض بهذا الشكل. طبعا باربي في الصورة تنظر إلينا، إذا الخط سوف يأتي في المنتصف بهذا الشكل. الخط الطولي سأقوم برسم العين الأولى. نعمل تقويصة العين بهذا الشكل، يعني عين بشرية. بعدين رح أقوم برسم خط هذا الشكل. طبعا هيك رسم العين الأولى. رح أنتقل لرسم العين الثاني. طبعا ما حدا يعلق على عينها لأنها لسه باربي مش مرسومة، مش مكياجة، تبين أكثر في المكياج. طبعا بنبعد مسافة من العينتين. العين الثانية لباربي رح تيجي هون. الشكل نتطلع على العين هاي عشان تكون مطابقة للعين الأخرى، يعني ما تكون عين صغيرة وعين كبيرة. كل ما نرسم هاي العين اليسار نتطلع على العين اليمين بهذا الشكل. طبعا رح أرسم دوائر عين باربي. طبعا دائرة عين باربي بتتميز إنها كبيرة بهذا الشكل. نفس الشيء هون رح نعمل كمان دائرة تكون كبيرة هذا الشكل. نسكر خط العين بهذا الشكل من هون. طبعا رح نرسم البؤبؤ. البؤبؤ العين باربي بيكون كبير كبير وهيك موصول لفوق هذا الشكل. بنشوفهم كلهن بألعابنا الباربي. طبعا انا هيني كبرت ولليوم بحب لليوم يعني بحب العاب الباربي. كل ما اروح محل تويز ار اس، محل الالعاب، دائما نتفرج عليهم والعب فيهم واروح. بشترينش لانهم غاليات. الاصلي الباربي الاصليه بتكون غاليه شوي، بينما الالعاب البلاستيك هذول التقليد كلنا لعبنا فيهن طبعا ولا بأس بهن. طبعا عملت لماعة على العين من فوق ومن تحت بهذا الشكل. هسا رح أعمل جفن باربي بهذا الشكل. حافظوا على الجفن لأنه لما نمكيجها لباربي يكون هون في لون، وخلف عينها من فوق في لون تاني. نفس الشيء هنا بنعمل الجفن بهذا الشكل. تمام. طبعا باربي لها يعني لهسه ما في يعني ما حطينا لها رموش، وما حطينا لها رموشها بيجوا بهذا الشكل. طبعا انا مش راح ارسم رموشها، يعني هي انا برسم فيها وهي مش مكياج لسه. طبعا على هوا ما انا شايفه الانف راح يجي لهون هيك. انا شايف انه اللي نظرتي هيك بتقول انه الانف لهون يكفي. بعدين راح اعمل خط قوس بهذا الشكل وخط قوس هذا الشكل. طبعا هاي تقويسة أنف. هذا الخط اللي بالمنتصف طبعا رح أمسحه لأنه هيك بس حطيته للتعليم. وبعدين رح أرسم هيك قوس خفيف من هان وقوس خفيف من هان. طبعا من هان هيك بيجي خط أنفها بهذا الشكل. تمام. هسا بقي عنا الفم.
هسا رح نرسم الفم. طبعا باربي تتميز بابتسامتها الجميلة والمميزة. اول اشي بتيجي خط الشفة، مثلا هاي الخط من هان لهان، بيجي الخط هيك هذا الشكل. يلا خلونا نتعلم رسم الفم. والخط هيك بيجي، بعد ما نعمل هذا الخط نرسم خط مقوس خفيف كأنه هيك مبتسمة هذا الشكل. طبعا هاي الشفة الفوكة، بعدين بنوصل هذا الخط مع هذا الخط، وبنوصل كمان هذا الخط مع هذا الخط هذا الشكل. وبعدين بنرد نعمل كمان تقويسة للثم، فاتحة ثمها هي طبعا مش مسكرته، يعني هيك هدول أسنانها، كل هذا اللي مبين أسنانها. إذا شفناها كبيرة زيادة عن اللزوم منصغره، بس تسكي. وبعدين بنرسم الشفة السفلى من فم باربي هذا الشكل. بدي امسح بس الخطوط هاي، لان انا بخطش عدة خطوط لما ارسم، مشان هيك برسم برصاص خفيف مشان اميز الخط اللي انا بدي اياه. طبعا هيك باربي رسمناها مبتسمة. هسا رح نرسم خطوط الوجه لباربي. قبل ما ارسم خطوط الوجه خليني بس ارسم الحاجبين. طبعا الحاجبين بعاد شوي عن عينها لفوق من هان، يعني هنا بيجي حد الحاجب هذا الشكل هيك. هاي الطريقة كمان برفعه هذا الشكل وبهوده هيك. طبعا باربي، لحظة حابة احكي لكم بس شغلة بالنسبة لحاجبها. الحاجب من الامام بيجي صغير، ومن الخلف بيجي طويل هذا الشكل هيك. يعني نفس الشيء طبعا الحاجبين اثنين بيكونن بعاد عن بعض، يعني في مسافة بين الحواجب. يعني هنا الحاجب كمان بيبعد كمان هيك مسافة ابعد شوي عن العين، مش بحد العين من الامام. رح ارسمه بهذا الشكل. طبعا هذا الحاجب مش رح يبين لانه رح يتغطى نصه بالشعر، هيك رح يبين بس منه اجزاء، فمشان هيك انا مش رح يعني ادقق فيه كثير، هيك بس رسمته لا عشان بس ابين مسافة اللي تمام. هسا شو رح اعمل؟ رح ارسم خط وجه باربي. طبعا خط الوجه رح يجي من هان لهان، مش بعيد كثير عن العين. طبعا حابة اذكركم بس العين لما نحط لها اي لاينر رح تكبر، يعني هيك مثلا بدها مكياجها بالرصاص هذا الشكل رح تكبر. خط الوجه رح يجي من هان هذا الشكل. وجه باربي مطاول شوية وبيجي هيك بيضاوي، اللحية بتيجي لهان واصلة هذا الشكل. رح ارفعها هاي الطريقة مش انه هيك يجي، كمان هي ضعيفة هذا الشكل. من هان نفس الشيء، رح كمان اطبق نفس ما انا شايف بخط الوجه من هان. على الخطوط ان تكون ملائمتين، ملائمات لبعضهما البعض. طبعا هسا رح اقوم برسم خط الجبهة. خط الجبهة رح يجي من هان هذا الشكل. طبعا رح ارسم خصلة شعر باربي من هان رح ابلشها، يعني خط الجبهة رح يجي من هان، من هان رح ابلشها، وبتيجي هيك بتغطي طرف الحاجب اللي هان وهيك. هسا هي عاملة زي عفواً، يعني من هنا بتيجي هيك شوي كمان، يعني مناش كثير نكدمها لأنه
خصلة شعرها الأخرى بتيجي جانبية. سبق وذكرت لكم إنه نص الحاجب هذا رح يتغطى بالشعر، أو إنه أنا السر اللي أنا أو الغلط اللي أنا عملته إني رفعت كثير خط الجبهة. المفروض يكون خط الجبهة هام بهذا الشكل مشان تيجي شوية الغرة هيك على قد مقاس الوجه. طبعا رح أرسم الأذن، أذنها ممتدة من هان ومرفوعة لفوق بهذا الشكل، من هان نفس الشيء. طبعا باربي لابسة هيك، بس بدي أعمل قوس أولي من هانا لأنها لابسة تاج على راسها. قبل ما أبلش برسم التاج خليني أبلش برسم جسمها من الأسفل. طبعا باربي تتميز برقبتها الطويلة، من هنا أيضا طبعا كتفها هيك هيك رافعة زي كتفها، من هان تكويسة كتفها بتيجي من هان لهان هذا الشكل. من هان رح أرسم كتفها الثاني هيك مهود للأسفل. طبعا هانا لابسة عقد هذا الشكل. قبل ما ألبسها الإكسسوارات خليني بس أخلص شعرها. عن الشعر بيجي كثيف هذا الشكل. طبعا ما هو شو اللي بيميز جمالية باربي؟ هو كثافة الشعر. يعني احنا بنشتري باربي يعني 90% مشان نلعب في شعرها بس. رح هيك امد الخط شوي لورا بهذا الشكل. تمام، هسه هان رح ارسم تاجها، التاج اللي لابسته. مشان مش عارف ارسم راسها من الاعلى بسبب التاج. طبعا بيجي خط من هان لهان، هو شعرها كثيف. وبعدين رح ارسم هون قلب حب هذا الشكل. بيجي طبعا القلب في منتصف الرأس باربي. وداخل قلب الحب سأقوم أيضا برسم خط بهذا الشكل. طبعا إحنا بنرسم في إكسسوارات وكمان بنرسم قلب بهذا الشكل. طبعا رسم قلب الحب سهل جدا. بعدين بنعمل هيك خطوط بهذا الشكل لأنه هاي جوهرة اللي لبستها. من هنا رح كمان أرسم خط زي دمعة هذا الشكل. كمان هنا خط جوا دائرة، هنا دائرة جوا دائرة. كمان نفس الشيء هون رح أعمل خط بهذا الشكل، خط معين. ونفس الشيء رح أطبق هون، رح أعمل كمان خط معين. شو كمان؟ خلينا نشوف، في هنا دائرة بهذا الشكل. كمان هيك في هيك زي شيء زي شكل مربع هذا الشكل. نفس الشيء بنعمل هنا دائرة بهذا الشكل، وبنعمل هنا يعني شو ما بنشوف هنا بنعمل هنا كمان مربع هذا الشكل. طبعا بنرسم ماسة جوا المربع هيك بهذا الشكل. هسه شو بدي اعمل؟ المرحلة الثانية بعدين رح اعمل خط بهذا الشكل، وخط هيك خط هيك. كمان نفس الشيء هون هيك وهيك، يكون الخطوط هسه هذا الخط اللي عملناه بنعمل هيك دوائر، والمفروض الخط يكون خفيف مش ثقيل.
مشان نمشي جوا الخرز، نمشي عليه الخرز زي ما كأننا بنطرز في التاج. بهذا الشكل طبعا هنا هيك بنعمل كمان خرزة مشان نربطهن في بعض. بلشت ادخل شغلات من عندي. هنا هيك بنساوي الخرز هذا الشكل. طبعا بنبين حدة التاج اللي لابسته مشان يبين انه تاج. وهسه بنرسم بقية راسها من فوق هذا الشكل. يعني الحمد لله كفى، ما اختفاش راسها بالكراس. هيك بنعمل هذا طبعا بقية راسها وهذا الخط وهذا الخط هيك مشان يبرز خط شعرها. هسه بس هيك انا من عندي حابب بس اوسع شوي وجه باربي مشان يبين انه ملان شوي مش ضعيف كثير. هسه رح اقوم برسم خط. طبعا انا هيك بس حابب من هنا اطول ركبتها شوي. تمام، هيك قمنا برسم باربي. هسا رح نقوم بتخطيط باربي. بس بدي امسح هاي الخطوط. طبعا انا حابة احكي لكم انه باربي ما رح اخططها بالتخطيط باللون الاسود، يعني رح استخدم عدة الوان لتخطيطها. مثلا رح اقوم بتخطيط الوجه باللون الذهبي الغامق. بهذا الشكل طبعا هيك قمت بتخطيط جسمها. وطبعا كل بشرتها بهذا اللون. هسه رح استخدم اللون الاسود لتخطيط العيون. لكن قبل ذلك انا نسيت اني ارسم هنا هيك لابسة في اذنها حلق بهذا الشكل دائرة وهيك. يعني هي لابسة من كلهم الاكسسوارات. طبعا راح اقوم ب هسه رسم زي ما حكيت عينيه عيونها. طبعا راح استخدم قلم الميديا لتخطيط العيون. شوي شوي بنخطط عيونها. نحاول ان نركز على الخطوط. ومنلون البؤبؤ باللون الأسود. وتمام هيك خططنا العين الأولى. العين الثانية بتخططوها نفس الإشي. شفتوا كيف أنا بخطط شوي شوي؟ وضروري إن نخطط شوي شوي وما نثقل إيدنا لحد، لأنه العيون حساس شوي بالرسم. لازم إن كثير نخفف إيدينا برسم العيون. وخططوا طبعا بهذا الشكل. انا خططت باربي بس لعيونها استخدمت اللون الاسود. باقية الملامح الوجه مثلا انا رح كمان استخدم اللون الذهبي للجفن بهذا الشكل الذهبي الغامق. بتمنى انه يتوفر عندكم هذا اللون. اذا ما بتوفر عندكم فيكم تستخدموا اللون الوردي اللي عفوا اللون البني عادي. يعني خططوا باللون البني هذا الشكل. من هنا نفس الشيء. بس
سبق وذكرت انه بس حفت حواجبها ببينوا من هون. نفس الشيء بنخطط الانف بهذا الشكل، هاي الطريقة، ومن هنا هيك شوي على حفة العين هذا الشكل. هسا رح استخدم التخطيط الازرق الغامق ورح اخطط اذيال عيونها من هان. هسا رح استخدم اللون الوردي التخطيط كمان، ورح اقوم بتخطيط شفايفها من هان. وكمان رح اقوم بتخطيط الحلقة اللي لابسته على اذنها بهذا الشكل. تمام. هسا رح استخدم طبعا اللون السكني ورح اخطط على حواف التاج اللي لابسته. بهذا الشكل هيك قمت بس بالتخطيط. وهسا بقى عنا اخر اشي للتخطيط، رح استخدم اللون الذهبي مش الغامق اللي استخدمته للوجه، رح يكون ذهبي لون افتح، ورح اقوم بتخطيط حواف الشعر من خلال هذا اللون. طبعا هيك زي ما انتم شايفين قمت بتخطيط شعرها باللون الذهبي الافتح بدرجة من اللون الذهبي الغامق اللي خططته على وجهها. وطبعا هيك وصلت لنهاية الفيديو، بنلتقي فيكم في الفيديو الجزء الثاني من تلوين باربي، وسلام.